أهلا بكم. اغتال مسلحون مسؤولا أمنيا وضابطا متقاعدا في محافظة حضرموت، وقالت مصادر محلية إن مسلحين يعتقد انتمائهم لتنظيم القاعدة أطلقوا النار على نائب مدير أمن مديرية دوعا علي صالح بداهية وأردوه قتيلا. هذه العملية تأتي بعد ساعات قليلة على قيام مسلحين باغتيال ضابط متقاعد يحمل الجنسية الإماراتية في دوعا في ساحل حضرموت. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: أبعاد عودة عمليات الاغتيالات في حضرموت، وهل تتمكن السلطة المحلية والجهات الأمنية من تطبيع الأمن في المحافظة؟ يعود مسلسل الاغتيالات في حضرموت، عودة تأتي في ظل موجة استياء واضحة في المجتمع المحلي بسبب ضعف أداء الأجهزة الأمنية في معالجة وضبط الوضع، سواء على مستوى ملاحقة الجناه أو على مستوى الإمساك بخيوط الحوادث الأمنية في منطقة الساحل. وفيما يظل الملف الأمني في حضرموت وفي دوعا خصوصا من أصعب الملفات التي تواجهها السلطات المحلية في المحافظة، لا سيما عقب تحرير مدينة المكلا من قبضة تنظيم القاعدة، تعود الوقائع الأمنية الجديدة لتثير موجة من التخوفات من عودة شبح الإرهاب ليخيم بظله على المحافظة. نبدأ النقاش بعد أن نشاهد التقرير التالي. اغتيالات جديدة في حضرموت، ضحيتها هذه المرة نائب مدير أمن مديرية دوعاً وضابط متقاعد في الجيش الإماراتي ينتمي للمديرية نفسها التي تشهد منذ أشهر عملية عسكرية تنفذها قوات النخبة الحضرمية بإسناد من طيران التحالف وتستهدف عناصر إرهابية مفترضة. تهمة اغتيال المساعد أول علي صالح باداهية وجهت للعناصر الإرهابية ذاتها المنتمية لتنظيم القاعدة على نحو يضع جهود مكافحة الإرهاب في هذه المديرية أمام اختبار صعب ويفند الادعاءات المعلنة بإنهاء تواجد عناصر التنظيم فيها. الرواية أفادت بأن المسلحين نصبوا كمينا للمساعد باداهية على مشارف منطقة قيدون مسقط رأسه وأردوه قتيلا، ثم قاموا بعد ذلك بنهب سيارته قبل أن يلوذ بالفرار. عملية الاغتيال هذه جاءت بعد ساعات قليلة من عملية اغتيال مماثلة نفذها إرهابيون مفترضون واستهدفوا من خلالها الضابط المتقاعد في الجيش الإماراتي عبد الله عمر بارشيد الذي كان يقضي إجازته في مسقط رأسه بمنطقة لبنة في مديرية دوعا أيضا، وأصيب خلال العملية ذاتها المرافق الشخصي للضابط بارشيد. الفشل الأمني في دوعا قوبل بنجاح في وادي حضرموت بعد أن أعلن عن أن قوات من المنطقة العسكرية الأولى ألقت القبض على خلية وصفت بأنها خطيرة في إحدى الشقق المفروشة بمدينة تريم. جاء ذلك على لسان قائد المنطقة اللواء الركن صالح محمد طيمس خلال زيارة ميدانية لها للوحدات العسكرية والأمنية في المديرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بقيت حضرموت بعيدة عن الحرب التي تعصف بالبلاد، لكن المراقبين يرون أن الورقة الإرهابية تستخدم في هذه المحافظة على نحو يتناغم مع اتجاهات الحرب التي تقود البلاد إلى نهايات غامضة. نبدأ النقاش مع ضيفنا من حضرموت الصحفي أمجد صبيح، رئيس تحرير موقع حضرموت 21. أهلا بك أستاذ أمجد. أهلا وسهلا أستاذي. أستاذ أمجد، بداية ما الذي تعنيه عودة الاغتيالات في حضرموت في هذا الظرف؟ أولا السلام عليكم، وثانيا هذه الاغتيالات حقيقة أنا لا أستبعد بأن تصعد عمليات الاغتيال لعناصر أمنية في وادي حضرموت، معظمهم من جنود جيش النخبة يحمل في طياته مؤشرات على نية تسليم وادي حضرموت لتنظيم القاعدة، فسيناريو الاغتيالات مشابه جدا لسيناريو ما حصل في محافظة أبين. الاغتيالات ذاتها تقريبا الذي شهدته مدير الساحل قبل حوالي عقد من الزمن، بمعنى انه تم تهريب ساحل حضرموت من اجهزته الامنيه الفاعله لتسهيل تحرك القاعده ومن ثم الانقباض على الساحل كما يرى في مسرحيه تسليمه في مايو 2015. هذا من جانب. من جانب اخر، عمليات الاغتيالات رسائل مفخخه موجهه للنخبه الحضرميه التي بدات في شهر مايو الماضي ترسم خطه انتشار في كامل ربعه حضرموت، ونلاحظ انه عندما تمركزت في دوعن تعرضت لاكثر من هجوم ارهابي. فمدينه دوعن منذ تسع قوات النخبه فيها شهدت اكثر من عمليه اغتيال راح ضحيتها يوم الامس نائب مدير الامن. هنا نستطيع ان نقول انها هيمات كانت فاشله
فيما قبل دخول تنظيم القاعدة يرى يقضت عناصر النخبة وتصديهم من هذه الهيمات، ومن ثم يبدو أن هذه التنظيمات انتقلت إلى الخطة باء تصفية أي عناصر من النخبة من وادي حضرموت لإحداث عملية ترهيب وتخويف لأهالي ينود النخبة لرفض إلحاق أبنائهم بصفوف النخبة بعد أن يعودوا من إياداتهم. ومن منبر بقناة بلقيس ومن هنا نؤكد أن لدى هذه الجماعات معلومات استخباراتية ترصد موعد قدوم وتحرك ينود النخبة، ولا أستبعد أن تكون المنطقة مثلا العسكرية الأولى أو بعض عناصر استخبارات المنطقة العسكرية الأولى متورطة في تنفيذ العمليات بتأمين المعلومات أولا وسلبيتها في ملاحقة البناء. فوادي حضرموت ومن بالمعروف انتشار أكثر من 20,000 يندي من تنين المنطقة العسكرية الأولى، ولم نشاهد يوما من الأيام تحرك نوعي أو فريد للقضاء على الجماعات المسلحة. طيب أستاذ أمجد، أنت كصحفي ما ذكرته الآن في سياق اتهام لبعض العناصر الاستخباراتية في المنطقة العسكرية الأولى هذا كلام خطير، ما يعني على ماذا استندت في ذلك؟ نعم أستاذي، سابقا محافظة حضرموت اللواء أحمد بن بريك ذكر أنه من قبض عليهم من العناصر الإرهابية وتم التحقيق معهم اتضح أنهم ينود بالمنطقة العسكرية الأولى. قد يكونون هؤلاء الينود الذين تم القبض عليهم دئاب من فردات قاتل ينب القاعدة من غير معلومات المنطقة العسكرية الأولى أو متورطة في تلك العمليتين. طيب أمن حضرموت في بيان صادر عنه ربما ربط العملية بأن من يقف خلفها هم عناصر يعتقد بانتمام لتنظيم القاعدة، وفق ما لديك من معلومات هل تم التعرف على هوية المنفذين؟ بطبيعة الحال في حضرموت الآن متشبك ومتشعب جدا، في أكثر من قوى والدولة العميقة تحاول أن تفرض سيطرتها على وادي حضرموت، السعودية تحاول أن تفرض سيطرتها على حضرموت، في الكثير من الدول تحاول فرض سيطرتها على وادي حضرموت. هنا في طبيعة الحال وادي حضرموت لحد الآن النخب المثقفة والطبقة القبلية والمجتمعات القبلية، نخب وادي حضرموت كاملا لم تضع بعد يدها في يد الآخرين. اليهود كلها منفردة ويهود قد تكاد غير ميديا، فكل فصيل يتحرك لوحده. ما أحب أن أشير عليه أستاذي أنه البديل الآن موجود ومستعد لتأمين حضرموت كما فعل في الساحل بطرد تنظيم القاعدة بدعم الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن من هنا نقول أن استهداف نخبة حضرموت أخذ أبعاد يا وزارة القتل والتصفية العناصر في الوادي، إذا مخطط لها قائد النخبة ممثلا بالمحافظ البحثني في المشاكل الخدماتية. هناك تحدث الآن اغتيالات ومشاكل خدماتية، يحارب المواطن في وادي حضرموت يتيبع آلام القتل وآلام الخدمات من انعدام المشتقات النفطية من انعدام الكهرباء، ففي بعض المدن تنطفي الكهرباء حوالي 20 ساعة. طيب. هذه المشاكل الخدماتية يراد بها الآن إدخال وادي حضرموت في دوامة الأزمات الخطيرة في الساحل. والشرعية ممثلة بالحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية الآن تخطط لجهاز على مشروع قوات النخبة، لأنها لا تريد أن يكون لحضرموت ذراع قادر على انتزاع حقوقه كاملة والدفاع على أرضه. هذا من المعروف الآن من قبل جميع المواطنين أن وبالتالي أن تلخص أن الهدف من هذه الاغتيالات هو قوات النخبة. نعم، أنا الآن أستاذ كريم والأستاذ المشاهدين ألخص مجمل ما ذكرته، أن هذه الاغتيالات و حرب الخدمات والمشتقات النفطية ما هي إلا إيهاب لدخول قوات النخبة لوادي حضرموت. طيب. سأعود لك أستاذ أمجد سبق وذكرت هذه المعلومات. ينضم إلينا من العاصمة المؤقتة عدن نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، أهلا بك سيادة اللواء. أهلا وسهلا بكم. بداية لو تضعنا أمام
ما الذي توصلتم إليه من نتائج وفق المتابعات والاستخبارات لديكم حول من يقف وراء هذه العملية التي شهدتها حضرموت؟ شكرا لكم. أولا في البداية أنا أختلف يعني مع يعني رأي ضيفكم الكريم أمجد فيما ذهب إليه يعني من تحليل يعني في خلفية ما حدث أو يحدث يعني في حضرموت أو في أي محافظة من المحافظات المحررة. نحن في حرب يعني شاملة يعني مع الإرهاب يعني بكافة أنواعه يعني في كل المحافظات بالذات المحافظات يعني حضرموت يعني إن كان الساحل أو الوادي وأيضا في المحافظات الغربية. هذه الحرب لم تنتهي بعد والمعركة مستمرة وهؤلاء الناس طبعا يخططوا وينفذوا أعمال إجرامية بحق الناس يعني همهم الوحيد هو القتل لا غير. ونحن نضع الخطط والبرامج يعني المختلفة لإيصال هذا الفكر الإرهابي. في حضرموت يعني تم إنجاز المهمة الأولى في منطقة الساحل، هناك النخب وهناك يعني علاقة المحافظ وقائد المنطقة البعثي يشرف على تلك الخطط، وستمتد هذه الخطط يعني لتشمل كل أجزاء محافظة حضرموت، وبالتالي سيتم تطهير حضرموت يعني من تلك العناصر الإرهابية أينما كان. لكن يبدو في الوقت الحالي أن هذه الخطط والبرامج هي ربما فاشلة أو عاجزة عن الحد من عملية الاغتيالات التي شهدها حضرموت، هناك من يوم إلى آخر تزايد في هذه العمليات وفق طبيعة يعني الأهداف. يعني أنا أبتعد عن كلمة الفشل، لكن أنا أقول إنه المعركة مع هؤلاء النوع من يعني الإجراميين يعني هي معركة صعبة جدا. إذا قلنا أن هؤلاء فاشلين هل أقول إن وزير الداخلية البريطاني فاشل ولا وزير الداخلية الفرنسي فاشل؟ يعني نحن في معركة دولية يعني الموضوع. ربما حظنا نحن في أمن الشرعية أيضا حظ يعني صعب. طيب الآن دعنا في هذه العملية الأخيرة، هل فعلا القاعدة هي من تقف وراء هذه العمليات؟ هل ثبت لكم ذلك؟ نحن من خلال يعني المقارنة ومن خلال يعني تحليل الأفعال وأيضا الأهداف التي استهدفها نؤكد انه الاجهزه المختصه تؤكد انه تلك الافعال يعني وراءها يعني عناصر ارهابيه سيتم يعني الكشف عنها قريبا ان شاء الله. طيب بالنسبه لما تحدث به الصحفي امجد صبيح من حضرموت وهو ربما قريب من الحدث عندما ربط هذه العمليات بان ابعادها واهدافها لها علاقه باستهداف واضعاف قوات النخبه الحضرميه، هو من حيث طبيعة الأهداف يتحدث، ردكم على ما جاء على لسان أمجد الصبيح فيما يخص هذه النقطة؟ طبعا نخبة حضرموت أو نخبة شبوة أو يعني أمن يعني المحافظات الأخرى نحن في حال استهداف ونعرف جيدا أنه نحن مستهدفين في أي وقت يعني من قبل تلك العناصر. ربما يعني تنقصنا عمليات يعني الرصد الدقيق أحيانا وبالتالي يتم هنا الخطوة هناك، لكن لا يعني هذا انه الحدث الذي يحصل هنا وهناك انه يعد اختراقا يعني ممكن من خلاله التاثير السلبي على معنويات تلك القوى التي تنفذ الاعمال الامنيه في محافظه حضرموت. يعني صحيح نحن نفقد كوادر يعني من خلال تلك الاعمال، لكننا نزداد قوه ونزداد خبره يعني من اجل يعني الاحتياطات حتى لا ينفذوا هذه العناصر الى يعني الاماكن التي يوجد فيها عناصرنا يؤدون خدمتهم بشكل عام. طيب سيادة اللواء، حالة التداخل الموجودة الآن وأكثر من طرف ربما يمسك بالزمام في المناطق المحررة وتحديدا في حضرموت، إلى أي حد هذا التداخل ربما يخدم القاعدة وهذه العناصر في تنفيذ المزيد من هذه العمليات وخلخلة الوضع الأمني أكثر؟ أعتقد تكلمت أنا معكم في أكثر من حديث، نحن نعاني مشكلة في المناطق المحررة أنه يعني تم يعني تدمير ممنهج لقوات الامن يعني من قبل الحرب يعني بسنين يعني صفيت يعني المؤسسات الامنيه المهنيه وحلت محلها المؤسسه العسكريه التي تتبع الى يعني ولاءات الافراد وليس للوطن. عندما جاءت الحرب تم سحب هذه القوى واخراجها باوامر من يعني ممن تتبع لهم، اصبحنا اليوم في حشد يعني كل الطاقات الموجوده معنا نحاول ان ننظم هذا المسار. نعاني فعلا
من انه اعاده البناء المؤسسي يشتي وقت طويل جدا، انت تشتي الى معسكرات، انت تشتي الى مراكز تدريب وتاهيل، انت تشتي الى دم. لكن هذه الجهود الموجوده لا يعني انها كلها سلبيه، صح فيها سلبيات لكنها ايضا حشدت لنا الجماهير التي ممكن ان تدافع عن امن واستقرار تلك المحافظات، ويجري حاليا برامج مختلفه للتغلب عليها بحيث انه يتم اعداد مراكز التدريب والتاهيل، اعاده تمثيل القوى، ويصبح يعني المؤسسات يعني الامنيه والعسكريه والمؤسسات المدنيه هي ما نص عليها الدستور يعني وايضا القوانين المختلفه يعني التي نعمل بها. طيب سيادة اللواء، سؤال أخير، إذا كان هناك ما زالت إشكالية في الجهاز الأمني وحالة التدمير التي تعرض لها وما زلتم في مرحلة إعادة بناء هذا الجهاز، لماذا الاستعجال وإطلاق التصريحات من قبلكم كمسؤولين أمنيين وعسكريين مثلا على سبيل المثال أن المكلا باتت محررة من القاعدة ولا وجود لأي عمليات ما دمتم في مرحلة إعادة بناء؟ لماذا؟ يعني لأنه هذا يفهم أيضا بأنه بيع وهم للناس أيضا ومن ثم يفاجأوا بأحداث واختلالات. صحيح، انا قلت لك قبيل يعني هل بقول انه العاصمه البريطانيه مش محرره ولا عارف. يعني هذه الاعمال تنفذ الى دول اكثر تنظيما واكثر، يعني المكلا محرره فعلا، المكلا يعيشها الناس بامن واستقرار. صح يعني ربما تبرز يعني مشكلات موجوده كما قال يعني ضيفك الاول فيما يتعلق ببعض الخدمات، وهذه مشكلتنا في كل الاماكن المحرره المحرره، لانه نحن نعاني من قله يعني الموارد الماليه التي ممكن نسخرها لهذا العمل. لكن هذا لا يعني انه الارهابيين مسيطرين على اي مكان من الاماكن يعني التي تتواجد فيها الشرعيه، هناك يعني تواجد سري، هناك تسللات، هناك يعني، لكن لا يعني هذا انها لها اي موضع قدم. شكرا جزيلا لك اللواء الناصر بن لخشع نائب وزير الداخليه، كنت معنا من العاصمه المؤقته عدن، واعود لضيفي من حضرموت الصحفي امجد صبيح رئيس تحرير موقع حضرموت 21. من حيث ما انتهى الحديث مع نائب وزير الداخلية، هذا منطلق لسؤال يتعلق بتقييمك للتعامل الأمني والأجهزة الأمنية في حضرموت مع هذه الحوادث، كيف تقيم تعامل الأجهزة الأمنية في حضرموت؟ نعم، بداية تقييم الأمني بمحافظة حضرموت يجب أن نقسمه إلى قسمين. التعامل الأمني في مدن ساحل حضرموت المكلا والشحر، مدن ساحل حضرموت بالكامل يتم التعامل مع هذا الجانب الأمني بكل حزم وإصرار وعزيمة للقضاء كليا على الجماعات الإرهابية والخلايا الإرهابية والذئاب المنفرجة، بتفعيل العناصر الاستخباراتية والأجهزة الأمنية كاملة في ساحل حضرموت. ساحل حضرموت مؤمن ومحررا بالكامل مثل ما هو معروف. الإشكالية هنا في وادي حضرموت أنه أكثر من 20,000 جندي ينتسبون للمنطقة العسكرية الأولى وموزعين على كثير من الألوية العسكرية. هذه الألوية وينود الأمن بوادي حضرموت لم نسمع ولم نرى منهم يوما تحركا يادا في مكافحة الإرهاب أو مكافحة العناصر الإرهابية. النقاط منتشرة بمدن وادي حضرموت، فكل 10 كيلو متر أو 20 كيلو متر تجد هناك نقطة عسكرية فيها أكثر من 20 أو 30 جندي. هذه النقاط لم تحارب يوما مهربي المخدرات أو مهربي القادمين من الـ من من الـ من 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 قارة أفريقيا من الصومال والأثيوبيين. هذه النقاط فقط تكون الآن للجباية من التيار من وردي القاس، حتى أن الكثير من تيار حضرموت وتيار المحافظات الشمالية صنعاء والحديدة ممن حولوا الاستيراد والتوريد من منفذ شحن يشتكون جدا من نقاط الجباية هذه، فكل قافلة مثلا أو كل حاوية مواد يأخذون عليها مبالغ مالية، وتصل إيرادات كل نقطة عسكرية موجودة الآن في وادي حضرموت في الشهر أكثر من 10 مليون ريال لا يعرف أحد. لماذا هذا يتم استقطاعها من أموال التيار؟ وهذه كلها الأموال تكون بعدين عائدا على عبئا على المواطنين، فالتاير عندما يستقطع من حمولته او يزود بعد ذلك في قيمه البضاعه التي معه.
وادي حضرموت الآن لم نرى يوما تحركا نيادا من قبل جنود المنطقة العسكرية الأولى المنتشرين طيب. بكل مكان، ولم نسمع يوما بتحرك عن قبض عن الخلايا الإرهابية مثل ما حصل في تريم يوم الأمس من مداهمة بيت يشتبه في أنه كان في خلية إرهابية وأنه تم العثور على أعلام لداعش وأسلحة ومتسيرات. المواطن هنا في تريم يتساءل كيف غادرت هذه العناصر الإرهابية هذا البيت وتمت مداهمته ظهرا. تظل هذه الأسئلة برسم الأجهزة الأمنية. شكرا جزيلا لك أستاذ أمجد صبيح رئيس تحرير موقع حضرموت 21، كنت معنا من حضرموت. ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث المختص بشؤون الإرهاب الأستاذ سعيد الجمحي. أهلا بك أستاذ سعيد. عند خروج تنظيم القاعدة من المكلة قبل نحو عامين تساءل البعض عن مصير التنظيم ومستقبله، هل تعتقد أنه لا يزال يتمتع بقوة ربما تمكنه من العودة؟ هو انا اعتقد ان الفتره الاخيره ولا سيما خروج التنظيم من حضرموت لم تكن تسابقاتها، يعني بمعنى ان الذي واجه التنظيم كان التحالف مع القوات الوطنيه قوات الجيش الوطني، لهذا انا في اعتقادي انها اول مواجهه حقيقيه وحققت بالفعل يعني انسحاب و تراجع للتنظيم إلى مواقعه المجهولة السابقة ما بين الجبال والتلال وغيرها، وهذا لا يعني أنه أن هذا التنظيم سوف يتلاشى. كونه تلقى ضربة قوية وكونه تلقى من لم يتلقاها من قبل مستوى التلاشي، التنظيم يستطيع أن يتجدد ويستطيع أن يكتذب آخرين، ولكن بشكل عام هو في أدنى مستوياته وهو لا يستطيع الحراك ولا يستطيع سوى أن يقوم بعمليات بطوره الأول عندما ظهر قبل عدة سنوات باغتيال هنا أو هناك أو أن ينزل شخص يفجر أو يقتل ضابطا أمنيا، هو في مستوى متدني ولم يصل إليه من قبل. طيب أنت توصف الآن يعني طبيعة ما يمكن أن يقوم به تنظيم القاعدة من عمليات، طيب بالنظر إلى أداء الأجهزة الأمنية كيف تقيم تعاملها وربما إلى أي حد هذه الأجهزة وفق الإمكانية المتاحة والمتوفرة لديها الآن في ظل وجود التحالف هي قادرة على الحد من هذه العمليات أم ربما نشهد من فترة إلى أخرى تجدد وعودة لهكذا حوادث؟ هو الأجهزة الأمنية بالنسبة للمحافظة الجنوبية نتحدث بالذات كون التنظيم ينشط فيها يعني حضرموت وفي شبوة وفي أبين تختلف أدائها وباختلاف القدرة على التماسك وعلى أنها يعني تمتلك إمكانيات عسكرية ومعلومات تمكنها من القبض على هذه العناصر، لكن أيضا كما لمحت سابقا بأنه القدرات التنظيم منهارة بينما حضور الدولة الذي هو يعني عامل تقوية لهذه الأجهزة الأمنية أيضا للأسف في الجهة المقابلة لا زال أيضا يعني هشا ولا زال ليس على المستوى الذي يمكن يعني أن يحقق نتائج حقيقية. المتغير هو التحالف، وجود قوة التحالف. التحالف قدم دعما حقيقيا للقوات الأمنية والقوات العسكرية على الأرض واستطاع أن يحقق نجاحات، هذه النجاحات التي حققها التحالف، نحن كنا من قبل نتحدث على نجاحات جزئية وغير مقبولة من خلال الطيارات الأمريكية بدون طيار، وهذه يعني كانت نجاحات عابرة ولا تحقق يعني انتصارات حقيقية وطنية، كانت تحقق فقط لافتات أمريكية، لكن الآن نتحدث على نجاحات محلية، نجاحات وطنية. التحالف قدم دعما كبيرا لهذا الانتصار او يعني الانتصار الجزئي لنقول كلي على التنظيم وتواريه على المشهد كان وراءه التحالف، لم يعتمد على خطط استراتيجيه واعتمد على خطط بعيده المدى وعلى تقويه الجيش والاجهزه الامنيه الا انه طيب استاذ سعيد كخبير انت امكانيه نجاح هذه الخطط والبرامج الان في ظل تعدد الرؤوس والمسميات الأمنية في المحافظات المحررة. صحيح هذه هي مشكلة، ولكن
يعني في بعض المحافظات ولا سيما المحافظة الجنوبية الآن هناك دعوات للملمة الصفوف، بمعنى دعوات سياسية ودعوات نحو إعادة يعني صفوف المقاومة واندلاعها تحت مظلة واحدة ومحاولة التماسك في هذه يعني القوات المتنوعة التي نشأت مؤخرا. أنا أعتقد أنه القوات المسلحة اليمنية الرسمية تحتاج إلى إعادة قرمة إن صح التعبير، إعادة هيكلة النظر فيها ولملمتها، وستحقق الكثير من النجاحات. ربما تكون من المفارقة أن ما حصل من حرب ومن انهيار داخلي وحرب يعني أودت بكثير من جلبت لنا كثير من الخسائر، أن كانت هذه أيضا كانت تحمل في طياتها نجاحات، معنى أنها أقنعت جانب كبير من أعضاء تنظيم القاعدة بأن كل ما تحملينه من أفكار ومن عداوات لوطنكم واعتقادات يعني غير ممكنة وغير ممكنة التحقق، يعني ممكن تحققوها من خلال مقاومة حقيقية، من خلال بناء بناء المجتمع بناء حقيقي ومساهمة في بنائه. طيب أستاذ سعيد، في ظل حالة التجاذب السياسية الموجودة الآن حاليا، هناك البعض يطرح أن القاعدة ما زالت أداة من خلالها يمكن استخدامها لتحقيق أهداف سياسية، ما رأيك في هذا الطرح وإلي حتى اتفق معه؟ شوف، هذا الطرح يعني كون القاعدة أداة هذا يربط يعني يربط الأداء الأمني والعسكري، بمعنى أنه يعني يصب لصالح تنظيم القاعدة، لأنه أيضا يخلخل قوة الأجهزة الأمنية، يجعلها تحارب جهات هي تصنعها أو أن القوى السياسية هي التي تصنعها، يخلط الأوراق. عموما لا يمكن نكران أن يكون هناك أيضا تيارات صنعها قادة سياسيين وصنعت جهات لتكون يعني قاعدة مصطنعة، إلا أن هذه القواعد والقاعدة ليست يعني لا يمكن مقارنتها بخطورة القاعدة الحقيقية ولا بقوة داعش التي بدأت الآن تنشأ بتيار موازي للقاعدة. يعني ممكن أن نقول أنها هي يعني تعمل لصالح سياسيين وتصب لصالح من أنشأها، والأمر في الأخير يؤدي إلى الإضرار بالوطن وتنكشف سريعا، بمعنى أن هؤلاء هو عبارة عن مرتزقة. أما تنظيم القاعدة على ما فيه من أخ أو على ما ننتقد ونقول فيه، إلا أنه يظل يعني مخلص يعني أصحابه وأعضائه متصل بأدائهم، فأن يكون عدوا مخلص لفكرته وتستطيع أن تواجهه خير من أن يعني يلتبس علي تيار هو ما بين هذا وذاك، يخلق الأمور ويجد نوع من الإرباك ويؤدي أيضا إلى إضعاف الجبهة الداخلية. أعتقد أنه لو استقرت الدولة واستقر بنيان الدولة واستقرت الأحوال الاقتصادية في البلد وعاد يعني وعيد انتعاش هذه البلاد، سوف يتلاشى هذا التنظيم أو سوف يكون يعني في خانة الذكريات ولا يكون له ذكر إلا يعني فقط في وسائل الإعلام أنه كان في اليمن تنظيم مسمى القاعدة. أشكرك أستاذ سعيد الجمحي الخبير في شؤون الإرهاب، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، في أمان الله.